اندونيسيا مليحة خالد، هايلة، تقدر تروح ليها غير باسبور، يعطوك الفيزا في المطار. انا ندير خطرات في الانستغرام على قداش راكم تفضلوا في مشعل تصوموا. نصوموا 12 ساعة من 5 ل 5، عماد 5 وربع يأذن على 5، فجر على 5 وربع والمغرب على 5. كملنا رمضان والله غير كملنا يا سمير، ما بقاش قد اللي بعد 6 ايام باقي برك. عبد النور كي راك داير حبيبي لاباس، النصرية ساهل رمضان هنايا، مش صعيب، باسكو حنا جينا في الشتاء شايف البرد يقصص هنايا في رمضان. اللهم امين ان شاء الله. عماد بارك الله فيك خويا. اندونيسيا بالنسبه للحراق نصر العزيز يقول لي صعيبه ما كاش كلمه تماك. الاندونيسيا ما تقدرش تحرك فيها، مش مليحه للحراق، ما فيهاش الخدمه، فيها التحواس، وتقدر من فما تعرف على كاش مدام قورية ولا سهلة الدخلة نيوزيلاند. ماشي سهلة عبد القادر، لازم فيزا خويا، فيزا تاعها براس كيما تاع الأسترالي. نصر ونشلف الله يحفظك حبيبي. كاين قنصل تاع الجزائر في نيوزيلندا، والله ما على بالي محمد، شوف في جوجل تخرج لك إذا كاين ولا ما كاش. مش كيتش كاين في الاسترالي، ولكن نيوزيلندا ما ظنيتش، باسكو ما كاش جاليه بزاف مايا. هم كاينين لي زاد من برازيل، لو كاين من ساوث كوريا، تقدر تروح كوريا. كوريا والله مليحه هايله وفيها الخدمه، تقدر تخلص 2000 اورو في الشهر. ناس كي تقول حبيت نروح الاسترالي يقول لك خطيك روح لاوروبا، دايرين اوروبا جنه الفردوس. او انا نقول لك روح لاسترالي، ما نقول لك شخطيك خيي. أستراليا ولا غير مليحة هايلة، بلاد شابة فيها 4 سيزون، بلاد كبيرة. شكرا زيزو، السلام ورحمة الله حبيبي كي راك. قال لك خونا تبالي نحرق للتشاد خير، هادي ما تروح للتشاد لا والو، كاين بلدان بزاف ملاح. كاين ساوث كوريا تقدر تروح ليها والله غير دير فيها دراهم نورمال، تقدر تروح البالي تتعرف على كاش أستراليين فما، دير معها لافير. واش من بلاد نروح؟ روح كوريا، كوريا مليحة هايلة. ماليزيا تقدر دير فيها إقامة إيزي خويا، لي زوم ربي معاك الله يحفظك حراشي. راك صاي قلتك فطرنا صافي لونطو ملي فطرنا، عندنا 6 سوايع ملي فطرنا. أعطينا الانستغرام، انستغرام تاعي نصر وصون كادرافا. مكاش فيزا، يعطوك 3 موا في المطار في ماليزيا. محمد سليمان السلام ورحمة الله، كريمة كريمة الله يهدينا أجمعين إن شاء الله. تحياتي من برطالي، تحياتي لك خويا نصر الوجه. اللجوء كيفاه؟ اللجوء في اي دوله تقدر دير اللجوء رشيد، اي دوله. ليك تحياتي ليك وتحياتي الناس الصبح يا ذراعي. ساميه مرحبا بك ساميه، ساميه وناس نيويورك. المعيشه غاليه ولا رخيصه؟ والله غاليه ابراهيم، المعيشه في سيدني غاليه، مكلاسيا نمبر 2 في العالم من حيث الغلاء. سيدي دير لنا مباشر في خارج المدينه اللي انت فيها ان شاء الله في الفطار خيي، ماشي في رمضان. في رمضان انا نكون صايم ما نقدرش ندير لايف في النهار. تعرف الميلودة مقران مشطيه ولا ما نعرفه، كل واحد يقولنا مين راه يتفرج فيا. شحال البي تاع الاسترالي؟ 25 مليون مصطفى. اللجوء يمدو في الاسترالي، قلت لك على حساب القصه تاعك. بيان سو نعرفو، هذه غيبة خويا من نهار حكينا على البابور والعراقيين. انت ما حضرتش بالك، عندي بزاف ملي راني ندير لايف. واش حوال الكورونا في الاسترالي؟ 6800 صاري لهم كجماعة العراق والايران في البوطي، فات بالزربة كومنتار. ابو الحسن الله يهنيك نبيل بارك الله فيك. انا عايش في بروكسل وعندي كارطة تاع 5 ans
الى بلجيك، باغي نروح لاسترالي. كيفاش ندير؟ دير دوسي تاع فيزا هشام، ان شاء الله يعطوك الفيزا. اه عبد الوهاب، شوف دوري مان، دوك شويه من بعد نروحوا الانستغرام. اه تقدر دير لجوء بارتو، تقدر دير لجوء. والله ما على بالي يا هشام، لازيد لا يقبلوا لك ولا ما يقبلوا لكش، انت وزهرك. انزو يستعمل الدولار. كيفاش درت بارح وصلت لسيدني؟ حكاية طويلة، دخل اليوتيوب تشوفها، اكتب نصر مهاجر تخرج لك الحكاية كيفاش جيت سيدي. هذه غيبة، القصف القصف سيفو، واش دير؟ جات على الأسترالي سهلة ولا صعيبة؟ واش لازم كوارت؟ كوارت اللي عندك تقدر ديرهم، ولكن صعيبة مشي سهلة عليك وعلى الدوسي تاعك. راك في كوريا، الا عندك الاقامه في كوريا تقدر دير دوسي من كوريا، والا ما عندكش اقامه يقولوا لك لازم ديرها من الجزائر، لازم ديرها من البلد اللي مقيم فيه. جاتك اللي عندك المملحه يقولها، اللي ما عندوش يربح. قال خدايا مملحه انزو، قال حفاف باهنت بلومبي سودر اي خدمه. ملاك، وعليكم السلام ورحمه الله. عبد الله، ما عندي فيديوهات بزاف في اليوتيوب على الاسترالي. عبد الله سلام ورحمه الله. محمد معتصم بالله، تخدم الاوراق بالزواج خيي هنايا. سلام، صح فطورك، صح نصرو. خالد انت ماكش تبان خويا، راني ندير لايف ساعه على ساعه. نصرو حبيبي، صح فطورك، صح امين. وين تكون في شلف البلده الشطيه؟ نصرو مش شطيه. غير عنتر راه ما باقيلوش ياذن الفجر هنايا، ربع سوايع. كوريا كيفاش الفيزا تاعها؟ تقدر دير دوسي تاع فيزا عادي، ماشي صعيبه، تروح للكونسيلا تاعهم دير دوسي تاع فيزا. راه كاين معانا واحد امير او يدير لي لايف على كوريا، تقدر يبعث لك الفيسبوك تاعو وسقسيه كيفاه، هو راه فمايا. الحمد لله حكيم، والله بخير. صافي طورك فيصل. كمال المرض براو فايت 6000، قبضهم 6800، اكثر من 6000 اللي براو. وعليكم السلام اخي اليمني، انا يمني بس ما بفهم كل الكلام، من فين انت ورمضان كريم؟ انا من استراليا سيدني. نسكون متوال بخياطي كي نشوفك نفرح. ايه نعرفها، متوال محمد قموشة، وكاع محمد قموشة قرا معايا، قرينا في البريمير كيف كيف. تعرفوا نوما محمد قموشة مصطفى اخوه. واحد البرد يا خاوتي راهي قصص البرد. صافي فطورك، شكري. سلم لي على ناس واتسلي يا حكيم، والله غير ناس ملاح، ناس واتسلي. كاش تشينا ولا اقرب جزيره؟ اندونيسيا لاسترالي خويا، كاين بالي هي اقرب جزيره. سعيد واشر، هاي ناصر، يور ادفنتشر تو اوستراليا اتس اميزينغ باي ذا واي. صح فطورك، الله يسلمك. صح فطورك. نقدر نقطع من بالي لاستراليا؟ ما تقدرش شكري، والله ما تقدر. طريق حبسوها في دومي طريز، كاش حرقه كاع. كاش بوراك غير هو، مين ذاك؟
المهم خاوتي تهلاو لي في رواحتكم، تحياتي لكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.